امبارح كمان كان في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه، واللي منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه برامج الحمايه الاجتماعيه لوزاره التضامن الاجتماعي. كمان الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه شهد تنفيذ المرحله الرئيسيه لتدريب المشترك ميدوزا 12، وكمان المنطقه الجنوبيه العسكريه نظمت حفل زفاف جماعي ل 200 شاب وفتاه. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي في ضوء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مكملة في تنفيذ الاستراتيجية اللي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام بمعيشة المواطنين في كافة مناحي الحياة، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، رغم كل التحديات اللي بتفرض نفسها نتيجة التداعيات السلبية بسبب الأزمات العالمية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023. وزارة التعليم قالت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأنه امتحان شهر نوفمبر قائم زي ما هو لكافة صفوف النقل دون أي إلغاء. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول كونستانس نيوس فلوريس رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية، والفريق ديموكيرتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطني القبرصي وقائد القوات البحرية الملكية السعودية، شهدوا المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 12 اللي استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية، وده كان بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية، وكل من الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب. امبارح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية حفل زفاف جماعي ل 200 شاب وفتاة من مختلف محافظات الصعيد، وده بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وكافة المستلزمات بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال. امبارح افتتح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المركز النموذجي أحوال إكسبرس بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصري ومزود بكافة السبل التكنولوجية الرقمية واللوجستية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومي وتسليمها خلال 20 دقيقة. دلوقتي نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات، كمان معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، منها تنفيذ أكثر من 140 ألف وصلة مياه شرب بقرى حياة كريمة في سوهاج، وزراعة 26 ألف فدان من محصول بنجر السكر في البحيرة، أيضا تخصيص 151 وحدة سكنية للفئات الأولى بالرعاية في الشرقية، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من سوهاج اللي بدأت فيها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أعمال تنفيذ 140 ألف وصلة مياه شرب في 181 قرية بمراكز طما والمراغة وسقلتا والمنشأة وجرجة ودار السلام وبلينا، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. في بورسعيد شهد المحافظ اللواء عادل الغضبان تخريج دفعتين من مصممي المواقع الإلكترونية للحاصلين على المنح المقدمة من مبادرة طور ذاتك بالتعاون بين المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام ومنحة التنمية المستدامة بمركز التنمية الشبابية. في البحيرة أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم زراعة 26 ألف فدان بمحصول بنجر السكر عروة أولى وتانية وتالتة من إجمالي المتعاقد عليه، وهو 759 ألف فدان، وده بعد أن قامت المديرية بحث المزارعين على زراعة المحصول لأنه ليه عائد مجزي
وبعض الشركات الكبرى تعاقدت مع المزارعين على شراء المحصول. في الشرقية ترأس المحافظ الدكتور ممدوح غراب اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي لبحث ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة الخاصة بوحدات الإسكان الاستثماري والأولى بالرعاية. وقرر المحافظ الاستجابة لطلباتهم وتخصيص 151 وحدة سكنية مخصصة للفئات الأولى بالرعاية بمراكز أبو كبير والحسينية وبلبيس وفقوس ومنيا القمح. في كفر الشيخ نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية من خلال إدارة التنمية الرياضية بنادي كفر الشيخ بمشاركة الشباب من جميع الإدارات الفرعية. في شمال سيناء أعلن المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة إن المحافظة وقعت بروتوكول مع جامعة العريش بتتحمل فيه المحافظة مصاريف الوجبات المقدمة لطلاب الشيخ زويد ورفح بما يوازي مبلغ 200 جنيه وتتحمل الجامعة مصاريف الإقامة. في جامعة أسيوط أصدر الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس الجامعة قرارات بتعيين 5 من رؤساء الأقسام الجدد بعدد من الكليات بالجامعة. في الإسكندرية أوضح المحافظ اللواء محمد الشريف إنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة تم زراعة 30 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق الأحياء خلال 14 أسبوع، وقال إنه في الأسبوع الأخير من المبادرة تم زراعة 1490 شجرة بنطاق جميع الأحياء وعلى الطرق والمحاور المرورية.